السلام عليكم. اليوم مع وصفات اموالي نجيكم بواحد الوصفه اللي هي دجاج في الكوشه. وصفه بنينه رائعه. خلطي كلش ديري في الكوشه وخليه يطيب. واش نحتاج في الوصفه؟ طرف تاع الدجاج حسب الرغبه تاعك. عندي هنايا، تبعوا معايا، عندي هنايا 3 فصوص تاع الثوم، يعني شويه كبار، سكرفجين، معدنوس مقطع رقيق يابس ولا طري كيما حبيتي، مغرفه كبيره تاع الطوماطيش مصبره. هنا عندي الاعشاب المعطره يابسه، حوالي مغرفه صغيره. التوابل عندنا العكري، الزنجبيل والكركم، كامل مغرفه صغيره مغرفه صغيره. فلفل الكحل، فلفل اسود نص مغرفه صغيره. اذا نبداو بالطريقه مباشره. اذا ها هما التوابل تاعنا امامنا، ندير عليهم الزيت، ندير حوالي نص كاس تاع الزيت. اذا ها هما معنا، نزيد عليهم مغرفه صغيره تاع العسيله، العسل اللي يتباع، يعني مغرفه صغيره فقط، ما نكثرش، راح تعطيه واحد البن مميزه. يعني اللي ياكلو ما عارفش ماوش عارف واش راح ياكل، لكن جينا واحد البنه يعني بنينه. نزيد لهم مغرفه كبيره تاع الخل ولا عصير ليمون كما حبيتي. ندير الملح، اذا الملح نخلي حتى ندير الدجاج تاعي، ندير كميه تاع الماء. اذا نزيد لهم حوالي نص كاس تاع الماء. اذا ها هي التتبيله تاعنا واجده. اذا نديروا الملح، خلي ندير الملح الان. اذا ها هو الملح تاعنا. من بعد واش ندير؟ نحكم هذاك الدجاج تاعي ونديروا فيه هذيك التتبيله، كم كيس بلاستيكي. نرمد مليح هذاك الدجاج في التتبيله تاعنا ونديرو في الكيس. بهذه الطريقه ها هي معنا الدجاج. من بعد ما تبلتو مليح نغلق عليه ونديرو الثلاجة على الأقل يترقد لي ساعتين، على الأقل على الأقل ساعتين. كنتي مزروبة ساعة ريحتك. إذا ندخلو الثلاجة ونكملو المراحل تاع الوصفة تاعنا. بعد ما ترقد لي هذاك الدجاج، أنا خليته ساعة صراحة، لكن قد ما تخليه قد ما يجيك شباب. هذيك لاصوص اللي بقات لي ها هي معانا. واش ندير؟ عندي هنايا بطاطا قطعتها هاد الشكل هذا، التقطيع يبقى اختياري، ديريها طويلة، ديريها دوائر كيما حبيتي. هنا عندي شوية تاع الزيتون، بدلي له الماء كل 5 دقائق لمدة 5 خطرات، راح تروح له الملوحية. أحسن ما تغليه، راح يروح له كامل اللون تاعو. إذا نحكم بلاطو يدخل للكوشة، ندير هذيك البطاطا، هذيك لاصوص تاعنا نزيد لها شوية تاع الماء، حوالي نص كاس هكذا باش طيب لنا هذيك البطاطا والدجاج. إذا نديرها عليهم بهذه الطريقة بالثوم، راح تجي بنتها بنة مع هذوك الأعشاب اللي درناهم. ندير عليها هذوك الحبيبات تاع الزيتون، بهذه الطريقة. ونزيد هذاك الدجاج، نزيد الطرف تاع الدجاج. ونصطفهم في الوسط بين البطاطا تاعنا. هذيك لاصوص اللي بقات لي في الساشي حتى هي نزيدها، يعني ما نضيعو والو. يترقد فيها الدجاج، هذه خاصة لا درتيه لينا من قبل هذا الدجاج وخليتيه ترنخ مليح، يعني راح يجي روعة. إذا ها هو معنا. من بعد واش ندير؟ نحكم ورق طيب. ورق طيب واش راح ندير؟ راح نغسلو تحت الماء، يعني نشمخو مليح تحت الماء. بعد ما شمختو ها هو معايا يولي طري، ونغطي به يعني به بالماء تاعو، ما تعصريش بزاف من الماء، ونغطي به هذاك الدجاج تاعنا والبطاطا. اذا نغطوهم مليح وندخلوهم الفرن على 180 درجه على حساب الاطراف تاع الدجاج تاعك والكميه تاع البطاطا. يدي لك ساعه حتى ساعه ونص. اذا ندخلو للفوق، تبعي هذه الطريقه تاع البابي، يعني الفيلم هذا مشمخ
يطيب لك روعة الماكلة تاعك. إذا ندخلهم الفرن حوالي ساعة ونعاود نرجع لكم. بعد ما جلست حوالي ساعة وربع نفتح عليه نعري عليه ونشوف الدجاج تاعنا كيفاش راهو طايب. نشوف البطاطا، البطاطا راهي طيبة، الدجاج حتى هو راهو طايب. هنا واش ندير؟ هنا تتحكمي في الكمية تاع المارق تاعك وتحكمي في الوقت. إذا كان عندك بزاف الدجاج يديلك وقت أكثر، عندك البطاطا شوية بالأكثر يديلك وقت أكثر. إذا هنا واش راح ندير؟ نحيلو هذا الغلاف هذا، نخليه نشعلو من الفوق يتجمر ما با خمس دقايق ونحيه. بعد ما تجمرتو شوية في الفوق ها هو معانا بالبنة تاع الأحشاب والثوم هذوك التوابل اللي درناهم، جا روعة ريحتو تشهي. شوفو هذيك البطاطا، هذيك لاصوص، شوفو كيفاش جاتنا عاقدة، هذاك الزيتون. كما سبق وذكرتي تحكمي في الكمية تاع المعلق، حبيتي تزيدي حبيتي تخليه يتجمر. هذاك الدجاج شوفو كيفاش طاب، طاب رائع، طاب طري. إلا ها هو شوفو معانا يدخل بكل سهولة. البطاطا طايبة، نتمنى أنكم تجربوا الوصفة تاع نهار اليوم، أكيد راح تنال إعجابكم. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، إلى اللقاء.